مساء الخير، معكم في لقاء متجدد مع شؤون عربية ومتابعات وتحليلات لأكثر من ملف عربي نتناوله بالمتابعة وبقراءة أكثر قربا للمعطيات على هذه الساحة. ارتقاء دوما الحلم من ضمن الأحلام العربية هو العمل العربي المشترك ودعمه لعلاج الكثير من المعاناة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية بشكل عام. أول وقفتنا كالمعتاد مع جولتنا العربية وإدانة من قبل رئيس البرلمان العربي عادل عسومي لإعداد بعض الدول الغربية والمنظمات تقارير بالسلب عن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية. كما استنكر العسومي خلال مؤتمر صحفي التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. البرلمان العربي يجدد إدانة ما تضمنت هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية، كما يدين النهج المغلوط والمشبوه الذي تبنته هذه الدول والمنظمات في تناولها لحالات حقوق الإنسان في بعض الدول العربية. ويشدد البرلمان العربي على أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما تمثل تعدياً غير مقبول على أعمال سلطات القضاء في الدول العربية المعنية. والتأكيد أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض لحقوق الإنسان بشكل عام. ويدين البرلمان العربي اعتماد هذه الدول والمنظمات في إعداد تقاريرها على جماعات وأطراف منبوذة في المجتمعات العربية، ولها ارتباطاتها الخارجية مع دول معروفة باستهدافها الأمن واستقرار الدول العربية. ويؤكد على أن هذه التقارير والبيانات والقرارات المسيسة لا تخدم سوى الأجندة الخارجية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن زيارته إلى بغداد تمثل رسالة دعم للحكومة والشعب العراقي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أبو الغيط مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تعهد فيه بالوفاء بأية احتياجات يتطلبها العراق ويطالبها من الجامعة العربية. نعد السيد وزير الخارجية بأن نكون تحت إمرة العراق دائماً في أي مطلب تروه أو في أي احتياج تطلبونه من الجامعة العربية. نأمل للعراق كل الخير. استمعنا لأفكار السيد وزير الخارجية في علاقة العراق بجواره، علاقة العراق بالدول العربية، وعلاقة العراق بالقوة العالمية الكبرى، ونأمل لكم كل النجاح ونثق في إدارتكم وقدرتكم على تفاعل مع الجميع وبما يؤمن مصالح العراق دائما. إلى الملف اللبناني، حيث تعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على أساس اللبنانيين لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي موشك. في غضون ذلك، حملت جمعية مصارف لبنان الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد المسؤولية عن الأزمات التي تشهدها لبنان مؤخرا، مشيرة إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان سببها الرئيسي الأزمة السياسية وما أحدثته من تعطيل وفراغ. كان رئيس اللبناني ميشيل عون قد حمل مصرف لبنان المركزي والبنوك المسؤولية عن انهيار القطاع المصرفي في البلاد، متهما إياهم بمخالفة القوانين وعدم حماية أموال المودعين. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تعتزم تقديم مساعدات للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار، حيث ستستأنف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا التابعة للأمم المتحدة، والتي تقدم مساعدات لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل. تعد هذه الخطوة الأوضح حتى الآن على عزم بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين الذين قاطعوا إدارة سلفه ترامب خلال أغلب فترة ولايته للولايات المتحدة واتهموه بالانحياز لإسرائيل. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون إثر تفجير انتحاري عند مدخل مقهى
في بايدوا عاصمة منطقة باي في شمال غرب العاصمة الصومالية موغاديشو. وأفادت الشرطة الصومالية أن العملية كانت تستهدف حاكم المنطقة الذي كان موجودا في المقهى ونجا من الاعتداء، بينما أصيب اثنان من حراسه الشخصيين إضافة إلى 5 مدنيين آخرين. وتبنت حركة الشباب الصومالية الاعتداء في رسالة نشرت على موقع إلكتروني تابع لحركتهم، وأكدوا أن الهجوم كان يستهدف الحاكم. مشاهدينا الكرام، وقفتنا الحوارية اليوم سوف نقترب من خلالها بشكل أكبر للأفاق الأرحب للعلاقات المصرية التونسية على خلفية زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر في أول زيارة له إلى الشقيقة المصرية. بالتأكيد ذلك يكرس لتميز في العلاقات جسور من التواصل بين البلدين قيادة وشعبا، وبالتأكيد في كثير من المجالات حتكون يعني أولى بتسليط الضوء عليها للتعاون بين البلدين، إضافة أيضا للقواسم المشتركة والتحديات والتطلعات من أجل المنطقة العربية بأسرها لكي ترقى إلى هذا التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والتونسي، إضافة إلى التعاطي أيضا مع الأزمة في ليبيا وكثير من المحاور والملفات العربية وثيقة الصلة نتطرق لها تفصيلا وتحليلا في وقفتنا الحوارية القادمة. كونوا معنا بعد هذا التقرير والمزيد من المتابعة حول الشأنين المصري والتونسي. مصرية تونسية احتضنتها القاهرة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد، تناولت عددا من القضايا العربية والدولية محل الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي أن مباحثاتهما عكست الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات وللارتقاء بها إلى آفاق أرحب. لقد أجريت مع أخي فخامة الرئيس مباحثات مكثفة وبناءة، تناولنا خلالها عددا كبيرا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين بلدينا والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات. وعلى صعيد القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، وكذلك ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء الأزمة الليبية. وقد أكدنا على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناولنا أنا وأخي الرئيس قيس سعيد تطورات الأزمة الليبية، وأكدنا على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، ورحبنا بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، وأكدنا على استعدادنا لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. من جانبه أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الأمن القومي لمصر هو الأمن القومي لتونس، مشددا على أن تونس تتفق مع أي موقف لمصر في أي محفل دولي، مشددا على أن تونس لن تقبل نهائيا المساس بأمن مصر المائي. أقولها وأكررها أمام العالم كله، نحن نبحث عن حلول عادلة، ولكن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا.
أقول هذا عن قناعة تامة، لأننا قرأنا التاريخ جيداً ونستشرف المستقبل جيداً، ولن نقبل أبداً بأن يتم المساس بأمن الأمن المائي لمصر. القمة المصرية التونسية عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا العربية والدولية، فضلا عن الاهتمام الذي حظيت به خلال المباحثات جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق أهداف التنمية ويلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين. كما أكدت القمة على أهمية دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي وحماية وحدة وسلامة واستقلالية الأراضي العربية ورفض كافة محاولات التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية. معكم ومع ضيفي الكريم نسلط الضوء على هذه الزيارة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القاهرة، وما يكسب هذه الأهمية وهذه الدلالة الخاصة، دلالات توقيت، دلالات تعاظم تحديات، مصالح مشتركة تكرس للعلاقات بين الدول بشكل عام وعلى وجه الخصوص للعلاقات المصرية التونسية، ارتقاء إلى إحداث الأمن القومي العربي اللي بينبع من الأمن القومي الخاص بكل دولة عربية على حدة، اللي بتأكيد المساس به هو خط أحمر بكل المقاييس. أنا بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، وبوجه تحية أيضا لضيفي الكريم في هذه الوقفة الحوارية في شؤون عربية دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في شؤون العربية والإفريقية. تحية لحضرتك إذن. كل سنة وحضرتك طيب. يعني لو هندي عنوان طبعا. كل سنة وحضرتك طيب. لو هندي عنوان لهذه الزيارة بكل ما تمثله بالأبعاد الإيجابية ليها، كونها حتى أول زيارة للرئيس التونسي إلى مصر وفي ظل تدخلات إقليمية ودولية كبيرة جدا، دول جوار ممكن تكون بتشهد أزمات، دوما بيخشى أن هذه الأزمات تخرج خارج حدودها وتكرس أن هي تشكل بشكل أو بآخر خطر على الأمن القومي العربي زي ما أسلفنا، حضرتك تقول إيه كبداية؟ في البداية دعيني أؤكد على أنني عندما أضع يعني عنوان لهذه القمة أقول أنها قمة إعادة ترتيب البيت العربي، وهي قمة من وجهة نظري قمة تاريخية، لأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى للرئيس قيس سعيد إلى القاهرة، وبالتالي علاقات مصر وتونس هي علاقات قوية في كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الثقافية. وبالتالي دعيني أؤكد أن البيان الختامي اليوم أكد على التوافق في الرؤى ما بين القيادة السياسية المصرية والقيادة السياسية التونسية، وهذا التوافق سينعكس بشكل إيجابي على كافة الملفات الإقليمية، وأيضا انتماء مصر وتونس إلى مناطق إقليمية معينة على المستوى العربي والمستوى الإفريقي وأيضا المستوى الأورو متوسطي، لأنهم هناك انتماء لهذه المناطق الإقليمية الثلاث لمصر وتونس. وبالتالي أؤكد وبقوة على أن هذه الملفات التي تم طرحها اليوم وتم التباحث ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد، تؤكد وبقوة على أن هناك توافق في الرؤى ما بين الرئيسين في كافة القضايا الإقليمية، ويأتي على رأس هذه القضايا هي القضية الليبية وقضية سد النهضة بصفتها قضية أمن قومي عربي ومصري، يعني أؤكد على ذلك، وأيضا صحيح. مكافحة الإرهاب والقضية المركزية الأم للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية. وبالتالي بشكل عام جميع الملفات التي تم التباحث بشأنها اليوم تؤكد وبقوة على أن هناك رؤية حقيقية من قبل القيادتين الكبيرتين لإعادة ترتيب البيت العربي. هذا التوافق بين القيادتين كيف يستثمر إيجابا لخدمة القضايا العربية؟ يعني بالتأكيد هنخوض في تفاصيل أيضا الأفاق الأرحب للعلاقات الثنائية المصرية التونسية، لكن كيف يمكن أن تستثمر هذه الزيارة لإيجاد نقطة تحول حقيقية في العمل العربي المشترك وإيجاد حائط صد للإرهاب ولممارسات أخرى يعني بترتها أيضا إرهابا زي يعني أنشطة بعض التنظيمات اللي بالتأكيد
تشكل خللاً وخطراً على الأمن الداخلي لأي دولة؟ طبعاً أؤكد وبقوة على يعني طرحك الجيد أستاذ الهام، وأؤكد على أن القيادة المصرية والقيادة التونسية لديهم إدراك كبير من أنهم لديهم حدود مشتركة مع الجانب الليبي، والغرب الليبي يعج بالميليشيات المسلحة الكثيرة التي تتعدى 20,000 مرتزق، وقد أشار فخامة الرئيس السيسي إلى ذلك في كلمته عن تلك الميليشيات المسلحة التي تمثل تهديد خطير للأمن القومي العربي برمته ولتونس ولمصر والجزائر بصفتها دول جوار بشكل يعني خاص. وبالتالي دعا الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر الختامي إلى إخراج جميع المرتزقة من ليبيا، وهؤلاء أكثر من 20,000 مرتزق. ومصر كانت لديها يعني مصر كانت من أوائل الدول الداعمة للموقف الليبي والعمل على حلحلة الأزمة الليبية، وجنت كثير وتحركت في اتجاهات كثيرة لحلحلة الأزمة الليبية، ومنها على سبيل المثال مبادرة القاهرة في 6/6/2020، تلك المبادرة التي تم البناء عليها مع مؤتمر جنيف ومؤتمر برلين، وأفرزت حكومة جديدة ومجلس رئاسي جديد برئاسة محمد المنيفي، الذي يؤكد الرئيس السيسي ورئيس قيس سعيد اليوم على دعمهم الكامل للحكومة الليبية والسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا. وهذا ما ترنو إليه مصر وتونس في العمل على توحيد الصف العربي من خلال تونس ومصر وليبيا واستقرار ليبيا مع الآلية الثلاثية مصر والأردن والعراق، وينضم إليها أيضا الإمارات والسعودية، ومحاولة إعادة الهيبة العربية والقوة العربية من خلال عمل عربي مشترك. من الممكن أن تستفيد هذه الدول من خلال عمل أنشطة كبيرة في سوق أفريقيا الواعد، لأن قارة أفريقيا هي قارة واعدة، ومن الممكن أن يتم استغلال التعاون المصري التونسي على وجه الخصوص، لأن مصر وتونس هما أيضا لديهم اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال اتفاقية أغادير التي وقعت ما بين مصر وتونس والمغرب والأردن في العام 2004، وهذه الاتفاقية من الممكن أن تكون ركيزة للبناء عليها في واقع اقتصادي يحقق رغبة حقيقية في نمو ورخاء المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص الشعبين المصري والتونسي. وده بيترجم من خلال الملفات اللي بتلقي بظلالها على محادثات القيادتين المصريه والتونسيه، ويعني تكرس لهذه الحاجه الماسه الى اللحمه العربيه والعمل العربي المشترك كما ينبغي ان يكون. بينضم الي عبر الهاتف السيد باسل ترجمان الاعلامي والصحفي التونسي من تونس، تحيه لحضرتك. اهلا بك. ما الذي تمثله هذه الزيارة للرئيس التونسي إلى مصر، الزيارة الأولى من نوعها لقيس سعيد، وأيضا أبرز الملفات على سبيل المثال الحصر، ملف العلاقات الثنائية، الملف الأمني، وملف أيضا يعني التعاطي مع كثير من الأزمات في دول جوار أو في المنطقة العربية بشكل عام؟ يعني في تونس هنالك حالة من الارتياح الكثير، لم نقل السعادة، بهذه الزيارة التي أداها السيد الرئيس قيس سعيد إلى جمهورية مصر العربية ولقائه بشقيقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الزيارة خلقت نوع من الارتياح الكبير، خاصة وأن أهمية العلاقات التونسية المصرية بأن تعود إلى طبيعتها، بأن تعود تكون متينة متواصلة، هذا أمر يهم الشعب التونسي بشكل كبير، وباعتقادي أننا اليوم أمام مرحلة جديدة وأمام رؤية جديدة لهذه العلاقة تعيد تثبيتها على أسس صحيحة بعد سنوات من الفتور الذي جرى إثر الانتفاضة العظيمة للشعب المصري ضد عصابات الإخوان في مصر. ويعني لا يمكن أن ننسى 30 مليون مواطن مصري عندما خرجوا وقالوا لا للإخوان، هذه أيام تاريخية نعتز بها جميعا. بعض الأطراف كان لها موقف من ذلك لأنها عرفت أن الشعب المصري قد هزمها وأخرجها من المشهد السياسي ومن الزمن والتاريخ، هذه القضية المهمة. وبالتالي نحن اليوم أمام معطى جديد ومهم يكون له أثر كبير على العلاقة بين البلدين. الرئيس قيس سعيد ذهب إلى مصر وبأيدي مفتوحة وقلب مفتوح، ومصر استقبلته بأيديها المفتوحة دائما وبقلبها المفتوح، وباعتقادي أننا أمام صفحة جديدة. هذه الصفحة سيكون لها
أثر كبير وانعكاس مهم جدا على مستقبل كثير من القضايا في المنطقة. أولى هذه القضايا هي قضية ليبيا التي دفعنا غاليا في تونس ومصر 18 سنوات من الفوضى. بيكون شيء إيجابي جدا سيد باسل لما بيكون في تقارب في وجهات النظر بين القيادات العربية، وعندما نتحدث عن مصر وتونس هناك ربما ما يرقى إلى التوافق في وجهات النظر والتعاطي مع الأزمة الليبية. يعني كيف يثمن ذلك من جانبكم، وماذا بعد تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، السيناريو القادم وأهمية أن يكون هذا الحد من التوحد متوافر بقوة أكثر من أي وقت مضى بين الشقيقتين مصر وتونس؟ يعني في البداية التوافقات والتفاهمات بين الأشقاء العرب هذه قضية أساسية يجب أن تكون هي الأساس وعكسها هو الشاذ. يعني هذا ما هو مطلوب اليوم، مصلحة تونس ومصلحة مصر في أن تعود ليبيا إلى دولة مستقرة ذات سيادة يحكمها أبناؤها بعيدا عن التدخلات الأجنبية. هذا مطلب مصري تونسي مشترك لا يمكن النقاش به، لأن لا لمصر ولا لتونس أطماع في أي دولة أو أي منطقة. دولتان لا تؤمنان بالعداء، دولتان تؤمنان بالتعايش السلمي، بالتعايش المشترك، باحترام القضايا الداخلية لأي طرف، لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. هذه القضايا الأساسية التي اليوم هي أساس التوافقات. للأسف نحن شاهدنا في العشر سنوات الماضية تدخلات خطيرة من أطراف لا قيمة لها ولا وزن، أرادت أن تلعب أدوار أكبر منها وأرادت أن تدمر. الحمد لله نجحنا في تجاوز هذه الصفحة السوداء. اليوم التعاون المشترك من أجل في قضية ليبيا هو تعاون لمصلحة الشعبين التونسي والمصري. القضية اليوم أن ليس لمصر وليس لتونس لا أطماع في الأراضي أو الثروات أو في أي شيء في ليبيا. الحاجة الوحيدة التي تسعى لها الدولتان هي أن تعود ليبيا دولة مستقرة وأن ينخفض مستوى التهديد الأمني الذي تكلف على البلدين مئات ملايين الدولارات. لا أريد أن أبالغ وأتحدث بالمليارات، ولكن مئات ملايين الدولارات ذهبت في تونس من أجل حماية الحدود ومن أجل مكافحة الإرهاب والتصدي للإرهاب القادم من ليبيا. هذه الأموال عندما ستعود إلى داخل الوضع التونسي سيكون لها أثر. أيضا قضية مهمة أخرى باعتقادي كانت موجودة على جدول مباحثات الرئيسين هي قضية التعاون التجاري والاقتصادي والعلاقات الثقافية، لأن هنالك علاقات تاريخية متينة بين تونس ومصر لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وهذا الأمر جيد جدا وسيكون له أثار اقتصادية مهمة على البلدين، لأن تونس تحتاج إلى مصر ومصر تحتاج إلى تونس في كثير من القضايا التجارية والاقتصادية، وهذا أمر مهم. النقطة الثالثة وأنا أعتبرها وأنا سعيد اليوم حقيقة كنت يعني أنا سعيد جدا عندما استمعت إلى كلمة الرئيس قيس سعيد عندما تحدث عن موضوع سد النهضة وعن موضوع وادي النيل، يعني وادي النيل وحقوق السودان ومصر في مياه النيل. الموقف التونسي هو واضح، هو التزام بالموقف المصري وحق مصر في المياه التي هي هبة الله لهذه المنطقة وليست موجودة لطرف دون طرف. الموقف التونسي اليوم يعكس أعلى درجات الأخوة والصداقة الحقيقية، أن كل ما هو ملزم لمصر هو ملزم لتونس. يعني هذه القضية المهمة. تونس اليوم ستكون صوت مصر إن شاء الله في بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي اليوم هناك صوت مصر مثل تونس في مجلس الأمن ليدافع عن حقوق غير قابلة للتصرف للشعب المصري. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيد باسل ترجمان الإعلامية والصحفية التونسية من تونس عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. على جرح حضرتك دكتور حامد، وطبعا ده في حد ذاته كمان يمثل زخما عربيا فكرة الدعم والمساندة العربية لمصر في قضية سد النهضة، لأن فيها هذا التكاتف العربي اللي بنتكلم عنه، وفي ذات الوقت هذا التثمين وهذا التقدير للإدارة المصرية الرشيدة في إدارة الكثير من الأزمات أو الاختبارات
اللي بتتعرض لها مصر واللي بيكون فيها هذا القدر من المرونة وضبط النفس وفي ذات الوقت الحسم والحزم؟ دعيني أؤكد لك يا أستاذ إرهام أن هذا الملف تحديدا هو الملف الأهم بالنسبة للمصريين والأمة العربية في الوقت الحالي، لما يمثله من تهديد حقيقي للدولة المصرية، لأن المياه هي أمن قومي مصري، والأمن القومي المصري منه أو جزء منه هو الأمن القومي المائي. وبالتالي موضوع سد النهضة، بالأخص التصريحات التي أدلى بها فخامة الرئيس قيس سعيد اليوم، تؤكد وبقوة على عروبته، وأنه رجل قيادي محترم ويشعر بما يشعر به الشعب المصري، ويتكاتف مع القيادة السياسية المصرية في الوقوف مع مصر في كافة المحافل الدولية، بل وتأييد وجهة النظر المصرية، وهذا ما صرح به اليوم في المؤتمر الصحفي، وهذا يؤكد وبقوة. أيضا تونس يعني كونها عضو دائم في مجلس الأمن ولها دور فعال، لابد أن يكون خلف القيادة السياسية المصرية موقف قوي عربي موحد وحاسم وحازم في أن يكون هناك حشد، سواء على مستوى الدعم الدبلوماسي والدعم السياسي، وأيضا على مستوى مجلس الأمن والدعم الدولي، لكي يكون وتشعر أثيوبيا بأن تعنتها ليس في صالحها في قضية سد النهضة. مصر حقوقها مشروعة في موضوع سد النهضة، تحتاج إلى اتفاق ملزم قانوني في قواعد ملء وتشغيل السد من ناحية، وألا يكون هناك مساس بحصة مصر المائية ولو قطرة ماء، كما أكد على ذلك فخامة الرئيس السيسي في قناة السويس أثناء جنوح السفينة. وهذا يؤكد وبقوة على أن القيادة السياسية المصرية حتى هذه اللحظة تتعامل من منطلق الحرص والحكمة والوعي والإدراك من أن هناك هذا الملف تحديدا من الممكن إن خرج عن السيطرة وأصبح هناك تهديد خطير للواقع الأمن القومي المصري، فإن مصر سوف تلجأ هنا، وهي يعني لا ترغب في ذلك، إلى حرب الضرورة وحرب الاضطرار للحفاظ على أمنها القومي، وهو ما لا تسعى له مصر أبدا. وبالتالي على أثيوبيا أن تعيد حساباتها، وفي اليوم طلبت أثيوبيا من مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة مرة أخرى، ونرغب في أن يكون هناك توافق حقيقي في قواعد ملء وتشغيل السد، واتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف، وعدم المساس بحصة مصر المائية. كنت عايزة كمان أرجع تاني للشأن الليبي والمواقف المصرية التونسية المشتركة إزاء هذا الملف، وبالتأكيد ليست مصادفة، وهنا أهمية الربط بين زيارة رئيس تونسي إلى القاهرة وما سبقها تقريبا 3 أسابيع من زيارة لرئيس تونسي إلى ليبيا، اللي تعتبر الأولى أيضا لرئيس تونسي إلى دولة ليبيا الشقيقة من عام 2012. دلالات يعني شبه التزامن بين الزيارتين، حضرتك بتشوف هذه؟ يعني أؤكد وبقوة على أن يعني قيام الرئيس قيس سعيد بالذهاب إلى ليبيا والجلوس مع رئيس المجلس الرئاسي والجلوس مع رئيس الحكومة الجديدة يؤكد، وثم بعد ذلك الذهاب إلى القاهرة ولقائه بفخامة الرئيس السيسي، يؤكد على أن هناك توافق في الرؤى، وأن هناك جهود جبارة قد بذلت سواء من القيادة السياسية المصرية، لأن لا أحد يستطيع أن ينكر دور مصر في العمل على حلحلة الأزمة الليبية. ومصر هي يعني أول اللجنة العسكرية المشتركة، أولى اجتماعاتها أو أكثر من اجتماع في بداية تكوين هذه اللجنة قد تم في القاهرة على أرض مصرية، وأيضا اجتماعات اللجنة الدستورية واجتماعات اللجنة القانونية، وأيضا هناك لقاءات كثيرة حدثت في تونس فيما يخص الأزمة الليبية. وبالتالي التوافق والتنسيق ما بين مصر والقيادة السياسية الليبية الجديدة والقيادة السياسية المصرية بقيادة فخامة الرئيس السيسي تؤكد وبقوة على أن هناك رؤية موحدة في التعامل مع ملف المرتزقة وملف الإرهاب في الغرب الليبي، الذي يمثل تهديد خطير لبقاء الدولة الليبية موحدة. وقد أشار إليها فخامة الرئيس قيس سعيد اليوم أنه لا تقسيم لليبيا، وأكد على هذا المعنى أكثر من مرة فخامة الرئيس السيسي، الذي أكد أكثر من مرة على وحدة واستقرار أراضي الدولة الليبية، وهنا التوافق والانسجام في كافة مناحي الأزمة الليبية، والعمل على إخراج المرتزقة سواء السوريين أو الأجانب وعودتهم مرة أخرى إلى بلدانهم. وهذا ما نرنو إليه
إليه في هذا العمل لكي يحدث استقرار حقيقي للدولة الليبية، لأنه لن تتم انتخابات في 24 ديسمبر القادم إلا إذا كان هناك استقرار أمني حقيقي موجود داخل الدولة الليبية لكي تتم الانتخابات والعمل على عمل مصالحة حقيقية تكون لمصر وتونس يد طولة فيها في محاولة تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الليبيين. الدول العربية اللي بتشهد أزمات يا دكتور أو اللي ملفاتها بيحق توصيفها بالملفات ساخنة هي في أمس الحاجة إلى المواقف العربية الموحدة، إلى المواقف الجادة المنزهة البعيدة عن مسعى لتأجيج الصراعات أو للحصول على مكتسبات خاصة بكل دولة، وطبعا مصر بتكرس لهذه المواقف المتوازنة المنزهة من خلال ما جرى من محادثات ثنائية مصرية تونسية بالتزامن مع أزمات كثيرة بتشهدها المنطقة العربية، وإشارة واجبة أيضا لما يتسق ويتزامن معها من انعقاد جديد للبرلمان العربي أيضا وسط تحديات كثيرة، وبرز على السطح أيضا ملف حقوق الإنسان اللي مش بعيد عن جانب مهم جدا من الأزمات اللي بتشهدها أكثر من دولة عربية. حضرتك بتشوف ازاي ممكن فعلا ان تحقيق حلم الدول وتطلعاتها ليس بمنأى عن حلم الافراد ان حقوقهم تكون مصونة، وفي ذات الوقت تنمية البشر اللي ايضا القيادة المصرية بتوليها اهتمام خاص جدا ليس فقط على الصعيد المصري ولكن على الصعيد العربي. يعني تأكيدا لهذا الكلام أنا هأشير لجزء خاص بإعادة ترتيب البيت العربي وأخذ الجزء الأول من سؤال حضرتك، لأني منذ أيام قليلة كانت هناك زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان، وجلس مع رئيس الدولة اللبنانية ومع رئيس مجلس النواب ومع البطريرك الماروني ثم مع كافة الكتل الحزبية وأعضاء ورؤساء الأحزاب، ثم اختتم هذه الزيارة بلقاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهذا يؤكد على أن مصر لديها حرص كبير في أن يكون هناك يعني استقرار عربي في كافة الدول العربية، وأيضا دور مصر الكبير في العمل على حلحلة الأزمة السورية وعودة يعني الوئام والوفاق ما بين الشعب السوري، وأيضا يعني دعم مصر اللامحدود للشقيقة العراق لمحاولة عودة الاستقرار مرة أخرى، ودعم الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في الفترة الأخيرة لكي يكون هناك استقرار في الدولة العراقية، والدعم اللامحدود الذي يقدمه فخامة الرئيس السيسي لدعم الملك عبدالله الثاني في محاولة الفاشلة لزعزعة الاستقرار في الأردن. نعم. وهذا يؤكد وبقوة على أن مصر لاعب محوري ورئيسي في كافة الملفات العربية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نعطي القيادة السياسية المصرية وسام القدرة والشجاعة في أن يجابه هذا الملف والتحديات العربية يعني على كاهله وعلى أكتافه يشيل الرئيس السيسي حمل أكثر من حمله. أما فيما يخص ملف حقوق الإنسان فدائما وأبدا المجتمعات الغربية والدول الغربية تستغل هذه النقطة تحديدا لمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأغلب التقارير التي نشاهدها من المنظمات المشبوهة هذه المنظمات دائما وأبدا تكون لها أهداف حقيقية خبيثة لضرب الاستقرار العربي، وتكون هذه التقارير مسيسة ويكون لها أهداف خبيثة تسعى من خلالها إلى أن تتدخل في الشؤون العربية ومحاولة هدم واستقرار الدول العربية وتفتيتها. الحق في الاستقرار والتنمية هو حق أصيل، والحقيقة مصر لها تجربة في المجالين جديرة بأن هي يسترشد بها. أنا بشكر جزيل الشكر حضرتك على تشريفك لنا في هذه الحلقة من شؤون عربية، دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون العربية والإفريقية، شرفنا يا فندم مرة ثانية. كل سنة وحضرتك. شكرا يا فندم وحضرتك بألف. أشكركم مشاهدينا الكرام على هذه المتابعة، ولقاء يتجدد الأسبوع القادم مع شؤون عربية أخرى في نفس هذا الموعد بإذن الله على شاشة قناة النيل الأخبار. كونوا دوما معنا، وأترككم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.